كشف معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عن تطوير جميع المناهج الدراسية من الروضة الأولى حتى الثانية عشر لتدريسها العام المقبل 2016-2017، مشيرا إلى أنها ستتضمن محور الابتكار بمعايير لبناء جيل من المتعلمين يتمتعون بقدرات وقيم ومهارات تلبي متطلبات سوق العمل وتحقق شروط التنمية المستدامة وتوجهات قيادتنا الرشيدة. وقال معاليه إن الوزارة اتجهت هذا العام نحو إرشاد وتوجيه المعلمين في عمليات شرح المادة الدراسية والمحتوى الدراسي، وتم إعداد خطة دراسية لكل مادة لجميع الصفوف من قبل أخصائي واختصاصيي المناهج ووضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للمعلمين يوميا متابعتها والاستفادة منها. ودعا معالي الحمادي المعلمين للاستفادة من الخطة الدراسية اليومية، وخاصة أن الوزارة وضعت فيها جزءا مخصصا للمعلمين لإبداء ملاحظاتهم على كل درس، ما يساعد فريق المناهج على أخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر من المعلمين مباشرة. كما وأكد معالي أن عمليات بناء المناهج الوطنية تخضع لدورة منهجية متكاملة بدءا من تحديد مرتكزات البناء وعلى رأسها دستور الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، فضلا عن رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية والسياسة التعليمية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، مرورا بوضع فلسفة بناء المناهج الوطنية لتلبية الحاجات النفسية والفسيولوجية والأكاديمية للطالب ومراعاة خصائص نموه في كل مرحلة عمرية، وصولا إلى إطار معايير التعلم الوطنية التي تم بناؤه على أساس تحليل الواقع ووفقا لمقارنات مع معايير المناهج المطبقة في الدول المتقدمة، بما يشكل مرجعا موحدا ومتكاملا لكافة المراحل التعليمية لتوجيه عمليات تطوير المناهج استنادا إلى مخرجات التعلم وسمات الخريج. أيمن مصبح، قناة الظفرة.